بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين قناة أخبار خفيفة. عاجل، الجيش السعودي يعلن وقوع انفجار بالقرب من مدينة الخرج. متابعين لأول مرة، رجاء اشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسون اللايك حتى ننقل لكم المزيد. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن وقوع انفجار عرضي لمخلفات ذخائر غير صالحة بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج، ولا إصابات أو خسائر. وأفادت قناة العربية الإخبارية بوقوع انفجار عرضي من صباح اليوم الأربعاء بإحدى الساحات خارج مدينة الخرج والمخصصة لتجميع وإتلاف مخالفات الذخائر غير الصالحة للاستخدام. وأوضحت أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر، ويجري الآن متابعة الحادث العرضي من جهات الاختصاص. نسأل الله السلامة للسعودية وأهلها حكومة وشعبا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.